الجليل الدكتور محمد عمارة فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا لا أريد أن أكرر ما سمعتموه من الكلمات الطيبة، لكنني أريد أن أتحدث إلى عقولكم قبل قلوبكم. الإساءة إلى الأنبياء والمرسلين سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل، وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين، لأن التدافع بين الحق والباطل سنة من سنن الله أزلية وأبدية. وأنا قرأت كلمة للقائد الإنجليزي جلوب باشا الذي كان قائداً للجيش الأردني إلى سنة 1956، وهو كاتب أيضاً وله كتاب عن الفتوحات العربية، يقول فيه إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إنما يعود إلى القرن السابع للميلاد. إذا مشكلتنا مع الغرب، والغرب هنا ليس الإنسان الغربي وليس العلم الغربي، وإنما مؤسسات الهيمنة الغربية، المشكلة بدأت مع ظهور الإسلام. لماذا؟ لأن الغرب الإغريقي والروماني والبيزنطي احتل الشرق وقهر الشرق 10 قرون، والإسلام هو الذي أزال هذا القهر وحرر الأوطان والضمائر وحرر الكنائس والأديرة وحرر الأنبا بنيامين وترك الناس وما يدينون. هذه بداية عداء الغرب الاستعماري للشرق الإسلامي منذ القرن السابع للميلاد. ومع صعود الإسلام تصعد موجات اليمين الديني واليمين السياسي في الغرب. أنا قرأت كثيراً مما كتبه الغربيون. هناك منصفون كثيرون غربيون للإسلام، وأنا كتبت كتاباً عن الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء، فيه 32 شهادة ل32 من أعلام الثقافة الغربية ينصفون الإسلام إنصافاً نتعلم منه. لكن هناك غربيون أساءوا إلى الإسلام، وخاصة منذ الحروب الصليبية التي أرادوا بها إعادة الهيمنة على الشرق الإسلامي بعد أن حرر الإسلام هذا الشرق من الغزوة الإغريقية الرومانية البيزنطية. توما الأكويني أكبر فلاسفة الكاثوليكية في الغرب يتحدث عن أن محمداً أغوى الشعوب بالشهوات. مارتن لوثر زعيم البروتستانتية في الغرب يقول إن محمد هو صائد المومسات والعاهرات. دانتي الذي يقولون عنه إنه من زعماء التنوير يقول في الكوميديا الإلهية: يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب في الحفرة 9 من جهنم من الجحيم، لأنهم بنظره أهل شقاق ونفاق. إذن الإساءات قديمة وهي سنة،
ونحن في السنوات الأخيرة مع صعود الإسلام في عقر دار الغرب ومع إفلاس الكنائس الغربية، ونحن نتحدث عن الغرب، ومع صعود المسلمين تغلق كنائس وتفتح مساجد، في مواجهة هذه الظاهرة يصعد المد السياسي لليمين الديني ولليمين السياسي، والحركات الفاشية تتظاهر بين حين وآخر ضد ما يسمونه أسلمة أوروبا. أنا قرأت تقريراً إنجليزياً شارك فيه عدد كبير من كبار المفكرين والساسة ورجال الدين الإنجليز، يصفون الإسلام بالشيطان ويقارنونه بالفاشية والنازية، لأن 10% من كنائس إنجلترا تغلق، ولأن اسم محمد في مقدمة المواليد في إنجلترا. هولندا التي أصدرت فيلماً منذ أيام عنوانه الإباحي عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها 1,000,000 مسلم من 12 مليون. عمدة نوتردام مسلم مغربي واسم محمد يتقدم المواليد. ألمانيا نسبة الوفيات فيها أعلى من نسبة المواليد. المسلمون في ألمانيا 3% من السكان، مواليدهم 10% من السكان. إذن هناك فتوحات للإسلام بعد أن دمرت العلمانية والعلمنة المسيحية في أوروبا، وأصبحت كنائس أوروبا كما كان يقول شيخنا الغزالي كنائس خانت مسيحيتها. إذن قضية ليست بنت اليوم. أنتم تعلمون محاضرة بابا الفاتيكان التي افترى فيها على الإسلام ورسوله، وتعلمون أن ساركوزي أعطى جائزة سيمون دي بوفوار لتسليم نسرين لأنها تهاجم الإسلام، وتعلمون قصة الرسوم الدنماركية وأن الذين صنعوا هذه الرسوم تم الاحتفال بهم في ألمانيا في حضور أنجيلا ميركل وحصلوا على الجوائز. وقالت أنجيلا ميركل إن تجربة التعدد الثقافي في أوروبا قد فشلت، ولا بد من أن يتعلم المسلمون في أوروبا القيم المسيحية. إذن هناك موجة من العداء للإسلام تعم كثيرا من هذه البلاد، والفاشية الجديدة في أوروبا تصعد لمواجهة هذا المد الإسلامي. ما الحل؟ أقول إن الغضب لله ولرسوله وللمقدسات ليس فقط مشروعاً وإنما هو فريضة واجبة. إحنا في الفلاحين يقولون اللي ما يغير يبقى من الحمير يبقى خنزير. إذن الغضب لله ولرسوله وللمقدسات، لكل مقدسات الديانات. الإسلام لا يدافع فقط عن مقدساته ورموزه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، لم يقل مساجد فقط، صوامع وبيع وصلوات ومساجد حسب الترتيب التاريخي، كل المقدسات يدافع عنها الإسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يسيئون إليه هو الذي تحدث عن الديانات الأخرى. اليهودي قال أليست نفساً، المسيحيون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وعلى المسلمين ما عليهم حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. بل عندما تقرؤون القرآن الآية التي تتحدث أن هذه أمتكم أمة واحدة، لا تتحدث عن الأمة الإسلامية وإنما عن الأمة المؤمنة بكل الديانات وكل الرسالات من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. أنا أقول ونحن معنا إخوة من الكنيسة الأرثوذكسية، وبيني وبينهم علاقات وحوارات منذ أكثر من 20 عاماً. الأنبا بسنتي والأخ الكريم نقيب الصيادلة تحدث عن الأنبا بولا،
وأنا أقول لكم وصل التوافق والحب والعلاقات الطيبة في لجنة المقومات الأساسية في الدستور إن الأنبا بولا جاب لكل أعضاء اللجنة حلاوة من السيد البدوي وحمص من السيد البدوي. إذن أنا أقول هناك رسالة، وهي رسالة لا أقول رسالة عتاب وإنما رسالة محبة للحفاظ على وحدتنا الوطنية. أنا أعرف موريس صادق من قبل أن يرحل أرسل إلى شارون رسالة، ورأيت صورتها الزنكوغرافية يقول لشارون أجدادنا حموا جدكم يوسف، تعالوا عشان تحموا الأخباط في مصر. هذا خائن وحسابه عسير إن شاء الله، لكن الرسالة رسالة المحبة التي أريد أن تصل إلى الكنيسة الأرثوذكسية وهي كنيستنا الوطنية، هي موقف القس القمص مرخص عزيز خليل. هذا رجل يلبس زي الكهنوت، هذا رجل محسوب على الكهنوت، وأهل الكهنوت لا يتصرفون إلا وفق ما هو مسموح به. ذهب إلى كندا، وعلى موقع الهيئة القبطية الكندية وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ابن زنا وأنه ابن بحير الراهب، وقال إنه يربأ أن يشبه الشيطان بمحمد لأن محمداً صنع ما لم يصنع الشيطان. في أمريكا يصرح ويقول إن الشريعة الإسلامية هي جدار الفصل العنصري، كتب رواية اسمها عزازيل فوق الكعبة، وتحدث عن أنه رأى الرسول في كلام أنا لا أريد أن أقوله لكم لأن أستحي أن أعيد قراءته. أنا كتبت كتاباً رداً عليه، هذا هو الرد. قلت صورة الأنبياء في القرآن وفي الكتاب المقدس ليست هذه هي صورة الأنبياء التي يتحدث عنها مرقس عزيز خليل. إذن أنا أقول نحن نتوجه برسالة محبة إلى الكنيسة الأرثوذكسية لتتخذ موقفاً من رجل قمص كاهن الكنيسة المعلقة في مصر القديمة يلبس زي الكهنوت ويصنع هذه الإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام والمسلمين. الهدف الذي يريدون تحقيقه هو الشقاق داخل مصر بين المسلمين والمسيحيين، ونحن نقول لهم نحن شعب واحد. الأنبا موسى، وأنا نشرت كلامه هذا، يقول كلنا فراعنة جينات واحدة، مصر دولة إسلامية غير متطرفة. إذا نريد لهذه المواقف العاقلة أن نرد بكلام العقلاء على كلام العملاء والدهماء. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكنني أريد أن أقول لكم توقعوا إساءات وإساءات كثيرة. كلما استيقظنا واستيقظ الإسلام كلما زاد العداء. كان شيخنا الغزالي عليه رحمة الله يقول إنهم يضربوننا بعنف لأننا نستيقظ، لو كنا أمواتاً ما ضربونا، الضرب في الميت حرام. هذه كلمات شيخنا الغزالي. إذن أقول ليست الأخيرة كما أنها ليست الأولى، لكن علينا أن نرتب بيتنا وأن نصلح شأننا لتغضب الجماهير وتتظاهر بأخلاقيات كريمة. لكن العلماء ومؤسسات الفكر والعلم مسيحية ومسلمة عليها أن توضح الحقائق، لأننا نريد أن نكسب الإنسان الغربي ونحرره من هيمنة الإعلام الغربي ومؤسسات الهيمنة الغربية. تلك هي المهمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.